صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الروتين ديالي الصباحي بواحد واحد البلوك قصير ان شاء الله. ندير معكم واحد الكيكه كتعجبني، قلت ان شاء الله نشاركها مع المتتبعين ديالي، علاش لا. المهم على بركه الله نبدا معكم الكيكه ان شاء الله. هنايا كاين نص سيترو ديال الحليب وجوج معالق ديال سنيده، وغادي ندير ربعه ديال المعالق ديال الكاكاو. انا هاد الكاكاو عندي شويه فيه السكر، داكشي علاش درت غير جوج معالق ديال سنيده. وكل واحد حسب بلا شنو كيبغي، كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي ما كيبغيهاش. هنا ربعه ديال المعالق ديال الكاكاو، هنا كنديروا 4 معالق ديال كريم باتيسري. واللي ما عندوش كريم باتيسري كيدير في بلاصتها النشا عادي. وناحيه هذه راه ماشي الكيكه، هذه راه الكريمه ديالها، غادي نصايبها هي الاولى ونحطها في الثلاجه تبرد ان شاء الله على ما توجد لي الكيكه ديالي. كنطربوها مزيان حتى كتمزج الخليط مزيان. هنايا كيف كتشوفوا معايا غادي نزيد واحد المعلقه ديال هذا الكاكاو، حيت هذاك اللون اللي درت صراحه جاني فاتح بزاف، ما جاش، ما غاديش تجي الكريمه عندها واحد اللون مغلوق زعما بحال الشوكولا، هادشي علاش زدت هذا الكاكاو، المعلقه ديال الكاكاو. المهم انا كندير باري بالمقادير اللي عندي في الدار. ما فيا ما يخرج عادي يمشي يجيب داك الكاكاو، قلت له اللهم ندير باري من هنا ومن هنا وانا نصايب الكيكه ديالي. غادي ندير الكريمه ديالي فوق فوق النار ونبدا مع التحريك شويه بشويه حتى كتجمع ليا، وطبعا فوق نار مهيله يعني كتنقصي البوطه مزيان عاد كديري عليها الكريمه ديالك باش ما تحرقش. ها هو الشكل النهائي ديال الكريمه ديالنا، صفينا عليها، غنديرها في واحد البواطه ونخليها في الثلاجه ان شاء الله حتى توجد لي الحلوه ديالي. من بعد ما درت الكريمه ديالي حطيتها في الثلاجه كتبرد، واحد الاناء غادي ندير فيه جوج بيضات ديال حراره المطبخ، كاس ديال سنيده، سنيده حسب الحلاوه كل واحد شنو كاين، اللي كيبغي الحلاوه كاين اللي ما كيبغيهاش بزاف، المهم كل واحد والشوا ديالو. وكندير واحد القبصه ديال الملحه، صافي. المهم كنطربوهم، كنطربو حتى كيولي اللون ديالو ابيض ان شاء الله، وغنعاود نرجع نكملو. ملي كنكون طربت البيضه كتولي اللون هذا، كنبقى نزيد الزيت، كنزيدها شيئا فشيئا يعني وانا كنطرب في نفس الوقت. من بعد ما طربنا الزيت، يعني الزيت كيبغي يندمج بزاف مزيان، يعني كيبغي يندمج مزيان في الكيكه باش كتكون طريه، كنعاود ثاني كنبقى نزيد الحليب حتى هو وكنبقى نطرب. ومن بعد غنزيد عاوتاني ان شاء الله هذا نص كاس ديال القهوه حتى هو ديال نسكافي سريعه الذوبان، وغنطرب. هانتوما يا اختي، هانتوما يا اختي، هانتوما يا العيالات، حنا غارقين شغالات والله العظيم، ديال الكيكه في الغدا في العجينه. لا لا الله الوقت ما كيرحمش. من بعد ما طربنا المقادير اللي شفتوا معايا، كنزيد واحد جوج كيسان ونص ديال الطحين الفرز، واش غنقول لك كل وحده والطحين ديالها، كاين حيت كاين واحد الطحين كيشرب كاين واحد الطحين ما كيشربش. المهم انا درت جوج كيسان تقريبا ونص هكذايا ديال الطحين، وغنزيد ان شاء الله داك الكاكاو، جوج صاشيات ديال الكاكاو المور، جوج خمارات ديال الحلوه.
دابا كنطربو غير بطريقه يدويه ونشوف بعينينا عين كميزان يعني الا احتاجتي مثلا داك المسكاس يعني كتزيدي فمحتاجاش يعني كتخلي غير داك جوج كيسان كتكتفي بدوك جوج كيسان وصافي. من بعد ما دهنا المول بالزبده والكاكاو كيف كتشوفوا معايا دابا غادي نخوي الخليط والفران ديالي راني شعلتو ايوا يا اختي من بعد ما ساليت من الشغال ديال الكوزينه راكم عارفينه عارفين الشغال ديال الكوزينه اللي ما كيتقاداش بغيت نتهلا في راسي بواحد العصير اللي هو غادي كندير فيه هذا الباربا وكندير فيه واحد الخيزويه جزاره وكندير فيه واحد عصير الليمون هذا ليمونزي ديال دي اكس ان ديال الشركه الماليزيه راكم كتعرفوا يعني شو كيعطينا هذا العصير ليمونزي كيعطيني النشاط والقوه وكيعطيني واحد لينيرجي باش كنكمل النهار ديالي بخير وعلى خير. هذا ما كان وبالصحه والراحه وطبعا غادي نديرو بالماء ديال القله كيف كتشوفوا معايا نتوما ها نتوما كيف كيقولنا الدكتور احسن كيقولنا الماء ديال القله كيرجع الحياه للماء لانه كيكون انه من بعد ما انه فقد بزاف ديال المسائل ديالو مع لي برودوي اللي كيزيدو لهم كيزيدو في هذا الماء هذا. المهم هذا ما كان غندير العصير ونوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالو النهائي. هذا هو العصير ديالنا اللي شربت معكم اللي فيه الباربا وخيزو والعصير ليمونزي ديال دي اكس ان وبالصحه والراحه. انا هذا العصير صراحه كندير يوميا علاش كيعطيني واحد كنحس براسي نشيطه وعندي واحد المهم عندي واحد القوه واحد واحد النشاط باش كنكمل النهار ديالي. هنا كان بعد ما كنخرج الكيكه ديالي من الفران كنكون كنخلطه واحد الكاس ديال الحليب مع واحد المعلقه ديال نيسكافيه كيف كتشوفوا وكنبقى نسقي به الكيكه ديالي حتى كتشرب مزيان وكنحطها في الثلاجه تبرد. ها هي لا كريم ديالنا من بعد ما جبدناها من الثلاجه ملي بردات ها هو الشكل ديالها. كنزيدوا عليها واحد جوج ياغورت ديال الشوكولا وكنزيد عليها واحد لاموس لاموس شوكولا وكنطرب. ملي زدنا دانون وهاد لاموس هادي غنبداو نطربو بسم الله. هاي الكيكه ديالنا المهم الكيكه ديالنا كنخويو ديك الكريمه اللي طربنا وداكشي اللي وجدنا كنخويوها فوق الكيكه. دابا تشوفوا معنا الشكل النهائي ديال التزيين. واحد الدري كان تما سبق كيعرفني كنا كنلعبو كوره فتزيين راني حداكم هي عطاكم ثانيه. هنا كنكملوا التزيين ديالنا بالفيرميسي ديال الشوكولا طبعا زين كيبقى حسب الاختيار كل واحد شنو عنده في دارو كل واحد شنو كيتشهى يدير. وهذا مكانه بالصحه والراحه.